السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ميسي جون أنا لنا جمين جريدة كيسي ميسي جا ولدين وداني كاكو جوداني كدولي مالد داني. كل سنة وانتم طيبين يا جماعة. وإحنا دلوقتي إن شاء الله مقبلين على شهر رمضان المبارك، وإحنا من عاداتنا وتقاليدنا الموروثة إن إحنا بنعمل أبريه كل سنة قبليها بشهر أو بشهرين، وده من الطقوس عندنا النوبية إن إحنا لازم نفطر بالأبريه. والأبريه ده عبارة عن ذرة مطحونة وبعد كده متخمرة ومحطوطة تتخمر، بعد ما تتخمر بنخبزها بقى كده ونشربها مع العصير. دي الدوكة ال دونتريسي دونتريسي، بنعمل الأبريه فيه، بنخبز الأبريه وبنشربه في رمضان. كل سنة وانتو طيبين. كوري جونانيا نالانا ادوان نصيرين كوريجا والديون موداني السريون موداني ايه المليون داني كوري جون آنيا نالانا ميسي جون آنيا نالانا. كده طبعا طريقة الأبريه. بنعمل بقى بالكميات، وبنعمل شعرية في رمضان وغير رمضان كمان، برضو بنعمل الشعرية وبنعمل كل حاجة نوبية. أسعار الأبريق والله دلوقتي عشان خاطر طبعا الدقيق غالي وكده، فطبعا كل واحد ليه سعر بصراحة على حسب الدقيق. في ناس بيبيعوه بمية، في ناس بيبيعوه بتسعين، في ناس بيبيعوه بمية وعشرة 140. بنجيب ذرة طبعا وبنطحنه وبعد كده بنخمره وبعد كده بنجيب دقيق وبنحطه فيه، فهو دوت اللي بيعمل الأبريه. بيشربوا الأبريه ده بالقمر الدين بالليمون، طبعا دي حاجة أساسية يعني. وفي الصيف بقى على طول الناس النوبيين بيشربوه.